ايه يا زفت ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ في يا ام مالك دي خيارة. اخرب بيتك يا كابتن بحر، انت مش عارف ان دي اخر خيارة في البيت؟ اعمل لابوك السلطة منين لما يجي من الشغل؟ انت الجري على السوق يا كابتن بحر، روح هات كيلو خيار بسرعة. ايه ده انا مالي انا؟ طب ما اخويا لسه واكل اخر طماطمايه في التلاجة برضو. يا كلاب البحر، وقعد معاك كيلو طماطم برضو؟ يا امي على فكرة الغلط مش عليا انا واخويا، الغلط على حضرتك. المفروض انت كأم مصرية المفروض بقى تخلي عندي في البيت خزين كتير، يعني تجيب بطاطس كتير وخيار كتير بقى وبطاطس كتير وبصل وحاجات كتير. طيب ماشي، وماله يا حبيبي؟ وانت جاهد معاك بقى 10 كيلو خيار و10 كيلو طماطم و10 كيلو بطاطس و20 كيلو بصل. ايه ده انا مالي انا بكل ده؟ على فكرة حضرتك برضك أم مصرية المفروض تكون اقتصادية وموفرة. هو كيلو خيار بس انا اجيبه انا مالي.